اكو سبور. تحية لكم الناس الكل. جمهور الكلوب ينجح في تحدي جديد اليوم فيما سمي بلاد خط صابر خليفة. تنجح جمهور افريقي في توفير كامل المبلغ الخلاص مستحقات يوان توزغرام. هذه من التفاصيل على اللطخة نتاع صابر خليفة من عند بوسيغا هشام بوسيغا المنسق الاعلامي للحملة. ناخذوه بعد شوية. هشام بوسيغا يحاول ان يتصل بين وصل مع اخبار كما قلت جمهور الكلوب نجح في اللطخة نتاع النادي الافريقي. نواصل مع بقية اخبارنا في الهوند. المنتخب الوطني التونسي يواصل استعداده للكان ويواجه اليوم وديا المنتخب المغربي انطلاقا من 6 تاع العشية. دونك كذلك في الاسبيرونس جمهور الاسبيرونس كشوفات طبية أثبتت أنه الإصابة اللي تلقاها سامح دربالي كذلك كوامي بونسو خليل شمام تتطلب 3 أسابيع بعيدة على الميادين على بعض الإصابة اللي تلقاها في مقابلة فيتا كلوب الكونغولي. موجود معنا هشام بوسيغا نحكي معاه على لطخة صابر خليفة. أهلا بك هشام. اهلا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف ام. باهي لو كان تعطينا مزيد من التفاصيل على اللطخه نتاع اليوم قداش وصل المبلغ وشنو حصلتوا بالضبط؟ باهي المبلغ تعرفوا انه اليوم بالذات ما نجموش نعطيكم المبلغ اكزاكت خاطر لتوا الحسابات مازالت العباد تحسب. دونك خلينا مبكري مع حدود ال4.5 فتنا المليار و330 ونعرفوا نحن المبلغ اللي حاجتنا به هو 1,570,000,000 هذوما فلوس تسكار ونحسبوا مع التيكيات اللي تجاوزوا ال 200 مليون والهيئه المديره انها وعدت باش تصبهم ومع الجروبات نتاعنا الوينيرز والفاندالز باش يصبوا المبالغ اللي لموها من بيعان المراول والسيديات. بقدره ربي فتنا المبلغ اللي حاجتنا به. دونك نجم نقولوا توزكا باش يكون موجود صابر خليفه وكذلك غازي عبد الرزاق في المقابله القادمه عظيمه ستاف تكنيك باش يكونوا موجودين ان شاء الله باش يتم الخلاص من مستحقات توزكا. اكيد اول ما يترفع منع الانتدابات ان شاء الله باش يكونوا مؤهلين ويلعبوا معنا وهي هذا الكل عملناه في خاطر برشا عباد ضحات بما فيهم صابر خليفه اللي نعرفوه ناس الكل عنده 6 أشهر معناتها على ذمة النادي الافريقي ترينا معاهم وضحى على خاطر الجمعية هذه. هذاك علاش الجمهور رد له الجميل حبا فيه هو مش في حتى في الجمعية بالطبيعة. وقتاش نعرفوا المونطون اكزاكت اللي تم جمعه اليوم؟ الحقيقة كيما معناتها صاروا في اللطخات اللي فاتت الكل ديما غدوة يبان غدوة بعد غدوة ان شاء الله يبان المبلغ اللي قداش تصب. فما تحويلات معناتها فما لي فيرمون فما لي شيك 24 ساعة فما اللي ياخذ 48 ساعة. حاليا ديما نهار اللطخة ما تنجمش تحصر المبلغ صحيح قداه كي يركح الكونت نعرفوا قداه. والمبلغ الجملي في قداش يكون حدود 6 مليارات وصلوا ولا مازالوا شوية؟ شنو نقول في الكل؟ اي هكاك اي ان شاء الله نوصلوا ل 6 مليارات ما بين 5.5 و6 ان شاء الله. فما برامج لطخات جاية ولا ساي كملنا اليوم؟ هو كملنا الله اعلم مقطعش نحن في الحاجه انه جمهور هذا لبناني ان شاء الله ان شاء الله تو نخليو فرصه للعباد باش تحتفل بالانجازات اللي عملتها خاطر اللي عملوه طيله الشهرين هذا مش شويه ونخليو الناس تفرح معناتها كيما قلت لك بالانجازات هذوما وان شاء الله بعد نشوفوا شنو لازم يصير. يعطيك الصحة هشام بوسيغا منسق الإعلامي لحملة جمهور النادي الأفريقي والأضخات اللي قاموا بها جمع المساهمات الخلاص للنزاعات نتاع الفيفا. نواصل مع الكلوب كما قلت. غازي عبد الرزاق انطلق اليوم في ليزونترينمون وامكانيه تواجده في نهايه الاسبوع في مقابله ليتوال. اصبحت تقريبا مؤكده صحبه صابر خليفه. الكشوفات الطبيه اثبتت انه الاصابات اللي تلقاها سامح دربالي كوامي بونسو خليل شمام تتطلب 3 أسابيع بعيد عن الميادين. نحكي وهون المنتخب الوطني التونسي واصل الاستعداد للكان ويواجه اليوم وديا المنتخب المغربي انطلاقا من 6 متاع العشيه. ايكو سبور في اخبار تلقاوها مع السيت راديو expressfm.com. اجمل تحيات اسلام المتب.